ننتقل الآن إلى الولايات المتحدة لنقل كلمة للرئيس دونالد ترامب. ورئيس مجلس النوعية البيئية رئيسة المجلس ميري نيومار، شكرا لك ميري. وعما قريب سنستمع إلى تحيين حول عملهم الممتاز. لدينا أيضا السناتور كيفن كريمر، ستيف دين، جون ويلوس، وأشخاص ممتازون. ربما أنا منحاز، أحبهم كثيرا، هم ممتازين. عضو الكونغرس بروس ويسترمان، شكرا بروس لوجودك معنا، شكرا لكم جميعا. كما يقول لكم الوزراء منذ البداية، أعطيتهم توجيهات أساسية للتركيز على مواجهة التحديات البيئية لنوفر أفضل نوعية حياة لكل الأمريكيين، وكذلك الهواء والمياه النظيفين. هذا يعني أن نحافظ على أراضينا، نضع أولوية لتنظيف الأراضي الملوثة التي تتهدد ضعفاء من الأمريكيين، واعتماد السياسات التقدمية للتوصل إلى التكنولوجيات الجديدة التي تحسن حياة الأمريكيين وبيئتهم، وهو أمر أساسي. هي أهداف عظيمة، الجميع في أمريكا يجدر أن يتمكن من دعمها، وقد دعموها بطريقة جمهورية وديمقراطية، وهو أمر بالتالي يدعمه الحزبان. السياسيون لطالما أكدوا أن القطاع الاقتصادي والبيئي في أمريكا يرتبط مع البيئة، أو لا يمكن أن يرتبط مع بيئة نظيفة، ولكن هذا خطأ. نحن نبرهن العكس اليوم. الاقتصاد القوي أساسي للمحافظة على البيئة الصحية. عندما ننتج ونحدث ونبتكر، يمكننا أن نصل إلى تكنولوجيات وعمليات تحسن من وضع البيئة، وأيضا الإنتاجية الآن نستعيدها ونبعدها عن الملوثين في الخارج، يعود إنتاجنا إلى الأراضي الأمريكية. ولا يمكننا طبعا أن نعاقب الطاقة الأمريكية والعمال الأمريكيين والمصنعين الأمريكيين عبر اتفاقيات دولية غير فعالة تسمح للدول الملوثة الأساسية في العالم بالاستمرار في ممارساتها. هذه الخطط الراديكالية لم تكن لتجعل العالم أكثر نظافة، بل لتقضي على عمل الأمريكيين. نقلوا الإنتاج إلى دول في الخارج مع مستويات منخفضة، فرض ذلك على شركاتنا التي لم تكن ترغب بذلك، وأدى كل ذلك إلى رفع أسعار الغاز والطاقة في أمريكا. وهذا يحصل في دول كثيرة أخرى، ولكن لم يعد يحصل في أمريكا. دول أخرى تقوم بتسعير الكهرباء، والتسعيرات مرتفعة جدا، وبالتالي لا يمكن للكثيرين النفاذ إلى الطاقة. أما نحن فنقوم بما لم يعتقده الكثيرون ممكنا في مجال إنتاج الطاقة. معاقبة الأمريكيين لا يمكن أن يكون السبيل الوحيد للتوصل إلى بيئة أفضل واقتصاد أفضل. لقد رفضنا هذه المقاربة الفاشلة، ورأينا نتائج ممتازة منذ الانتخابات. لقد أنشأنا أكثر من 6 مليون وظيفة جديدة، ولم يكن أحد ليصدق أن ذلك ممكنا. لو كنت لأقول ذلك خلال الحملة لما كانت التعليقات الصحفية في اليوم التالي ممكن. 6 مليون وظيفة جديدة، مستويات بطالة على أدنى مستوياتها، وأصبحنا قريبين جدا من 160 مليون شخص في سوق العمل. لو نعود إلى 3 سنوات ونقول ذلك، لكن الجميع قال هذا غير ممكن. أمريكا أصبحت مصدرا للطاقة.